وافقت الدول 189 وأجمعت على تطبيق مبدأ الكوتا في مؤتمر بكين عام 95، ولكن بعد 27 سنة لم تتقدم الدول في تطبيق نظام الحصص على أساس التمييز الإيجابي. للمرأة اللبنانية الحق في الترشح والانتخاب منذ عام 53، ومع ذلك وصلت حتى الآن 17 سيدة إلى المجلس النيابي. في عام 2018 تقدمت 113 سيدة للترشح، واليوم مع فتح باب الترشح هذا العام سيدتان فقط حتى الساعة ستخوضان العملية الانتخابية. اليوم بعد مرور 21 يوم على فتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقرر إجراءها بأيار 2022، تبين أنه عدد المرشحين هو امرأتين، امرأة بكسروان وامرأة في بيروت الثاني. إذا نقارن بعد مرور 21 يوم على فتح باب الترشح بالانتخابات بالعام 2018، كان عدد المرشحين 166 من بيناتهم 11 امرأة. لكن ما يسجل أنه كتير مهم أنه نشوف أول المرشحات كانوا من النساء. السيدتان المرشحتان جوزيفين زغيب وخلود الوتار شجعتا النساء على خوض الانتخابات واعتبرتا أنه الوقت الملائم للتغيير. هن عادة بيعطوا من قلبهم، هن اللي بيربوا بطريقة جيد أولادهم. أنا بقول لهم خذوا القرار، والقرار بده خطوة، وهذه الخطوة لازم تنعمل، ولازم بالعكس نبادر كلنا، حتى لو عم بيقولوا بدهم يمددوا الانتخابات، حتى لو قالوا بدنا نلغيها، لو شو ما قالوا نحن بالعكس بدنا نفرجيهم العكس اليوم بالذات، ونقول لهم نحن تغيير مش أنتوا التغيير. فالسيدة هي التغيير بحد ذاته، واليوم بدنا وصول امرأة، لأنه لغيوا لنا قانون الكوتا. لو في قانون كوتا كانت المرأة واصلة على المجلس النيابي بلا ربيح تجميل المجلس النيابي. ما لازم يحبطن أي خبر، لا على السوشيال ميديا ولا الأخبار الإقليمية ولا الأخبار الدولية. ما نكبر راسنا ونكبر البكار. نحن عارفين التحديات اللي عم نقدر نواجهها بشكل يومي، وإذا كلياتنا نحن ما منقرب لقدام ومنواجه بقلب قوي، نحن منخسر حياتنا ومنخسر بلدنا. عوائق لوجستية عدة تواجه المرشحين، أبرزها عدم تمكن فتح حساب مصرفي. العائق الكبير كتير 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 هو أنك تفتح حساب البنك لحتى الدولة تراقب لك حسابك، تراقب الحملة الانتخابية. ما في ولا بنك عم يرضى يفتح لنا كان حساب حقيقة. برمت رحت على البنك اللي أنا حاطة حسابي فيه واللي أخذوا لي مصرياتي فيه، ما رضوا يفتحوا لي، قالوا لي نحن مش عم نفتحوا. هن فتحوا لي حساب كانوا بال 2018. أنا عدت كل يوم بقلب البنك، يعني الساعة 8 للساعة 2 تأطلب من مديرة البنك تفتح لي الحساب. بس شفتني هالقد مصرة على الموضوع أصرت فيي على المركز الأساسي تبعهم وفتحوا لي الحساب. محطات أساسية ومفصلية مهمة أثبتت جدارة السيدات في الشأن العام وبرزن كوجوه تغييرية، إذ شاركت النساء العربيات بفعالية في كل الثورات، وكنا في مقدم التظاهرات إذ ربطنا مصيرهن بمصير شعوبهن. توني منصور، قناة الجديد.